ما ادري وش صار، لا حد يضحك، شعري ما ادري ليش كذا، شفت تسريحه حلوه في الانستغرام جيت بسويها ما ضبطت وطلع شكلي كذا. يبدت فيديو قال قاعد لدت وات ذا هيل از ذس يا اصدقائي لا تطالعون، انا دخلت النادي عشان كذا يتضخم الاشياء تضخم. يا اصدقائي اليوم اقوى فيديو في القناه زي ما تعرفون سلسله اول ناس نفتحها احنا هو نفتح الخاص في حسابات كنت اسويها في تويتر، بذي المره بنسويها في الانستغرام. بذي المره باكم كلكم تروحوا تسوي لي فولو في الانستغرام تبوري سوالف وكذا عشان الفيديو اللي بعد هذا اسوي رياكشن على الخاص حقي، مو فجاه اخش الاقي معك 40 ممكن نتعرف فكم يا شيخ. قبل لا نبدا الفيديو ضغط زر لايك اللي تحت، اذا مو مشتركين في القناه اشتركوا. بسم الله. بما انك قلبك مفتوح 24 ساعه كده تسمع للناس فخليني اجرب واكتب، يعني مش هتخسر حاجه. بصي بقى انا ما كنتش عندي صحبات كتير، ده عادي اصلا، بس عندي معارف كتير جدا يعني. الاشياء الخاصه بنسوي لها سكيب مو عشان المحادثه الطويله. صارت بيضه ركبتك. لا ما شاء الله خلطه ام عباس فادتك، اعوذ بالله من الحلوين. اخ والله جوي ام بيه، ما جمعه مباركه، لو لسه ابو ظبي خلينا نتقابل بالله ويا ريت نعمل فيديو مع بعض ان شاء الله باذن الله. ابشر من عيون ركبتك بيضه. اللي ما يعرف سالفه الركبه، قبل فتره سالتكم بالانستغرام، للي مو تابعني لازم يروح يتابعني عشان يعرف السوالف هذه. اللي ما يدري قبل فتره كنت ادور شيء يبيض ركبتي لان ما شاء الله ركبتي سوداء ونوي كاللؤلؤ تبدو بالعين، سوداء فرحت محل خلطات ام عباس وخلطات مغربيه، قلت لهم اعطوني اقوى خلطه عندكم تبيض رجولي، قالوا امسك خذ هذه. ورحت البيت بعدين فتحت الصندوق لقيت ماده لونها ابيض، حطيتها على ركبتي، ركبتي صارت بيضاء. بعد يوم راح المفعول، لازم استمر. يعرفون يا اخي الخلطات هذه استمرار وسالفه، واحنا ما احنا بحقين استمرار. اخ والله احبك يا اخي، انت انسان جميل كيوت، اتابعك وكان عمري 8 والحين مدري كم. يا اخي لاف يو، تفرفر في اليوتيوب وفجاه لقيت ودخلت قناتك وبالغلط، بس كانت احلى غلطه صدق. يا عمري والله ما شاء الله كثير حلو، سكر عسل. يا شباب ما تلاحظون ان الكومنتات بالنهاية في حساباتي صارت ايجابية؟ اول كل الناس تطقطق وتسب ومدري وش السالفة، الحين ما شاء الله كلكم تحبوني. والصاير اعترفوا ها؟ انا بقول لكم ليش. سويت لكم سحر، كلمت وح لقطت شعوركم كلكم واخذتها ولفتها وسوت سحر انكم انتم تحبوني. لو ما ضغطوا زر لايك بيصير لكم شيء ما تبغون يصير. اهلا معاك فؤاد من الفريق الرسمي لتيك توك، كنت حاب اعرف لو كان عندك رغبه في زياده المتابعين والتربح منهم على التطبيق من خلال البث المباشر، بل وايضا العمل على توثيق حسابك في التيك توك. وش انا حسابي موثق؟ اتقلل من قدري انت. انا حسابي موثق من ايام الميوزيكلي، من كانت رقصات التيك توك زي كذا. لا تقلل من قدي، با متابعيني يعصبون. والله العظيم اقهر عليك، مدري ليش تتزوجني. شو مسوي بوجهك يا اخي؟ تفو ليش هالقد حليان يا كلب؟ راح تغزل فيني ولا تسبني؟ ما فهمت. اذا انا كلب بس انا بكون كلب حلو، ما ادري ارضى ولا ما ارضى، بس لا والله ما اقعد هوهو لها. هو 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 هذه اعرف نظامها، لو تزوجنا تقعد تخليني الحق وراها واقول كنت برتب حالي عشان اطلع معك في اللايف، اديني لقيتك خلصت. اقول انا شكلي بنهي الفيديو عشان اسوي لايف. سوري. نشوف حسابها. يبوي ذي احسها يتكلم معاها تلطخ وكف على عينه. اوكي يا نوري ان شاء الله في البث الجاي في الانستغرام. انتم عليكم بشعري طالع كاني والله ما هذا بذمه امكم، ما هذا ايش هذا؟ الله يخليكم. نلبس سماعه عشان يخف الموضوع.
اوكي اصدقائي، راسي صار كان ابهم. نرجع للموضوع حقنا، ليش هالجمال كله؟ ما تتعب يا شيخ، حط صورتي خلفيه. اح وذي بعد عادي، كان عيد ميلادي، ممكن نكون اصدقاء. انتوا اصدقائي من اول اصلا، بس انا ما اسولف معاكم لانكم انتوا مره كثيرين. شكرا، احرجتوني. انا اصلا ادور اصدقاء من زمان. اكيد يمديك تكون صديقتي، واي نوت. جود ايفنينج، هاو ار يو؟ ايام طاهر، ديجيتال ماركتينج اند ميديا باير. اي وانت تو كوبريت وذ يو ان ادفرسايزنج وذ دو يو ثينك. اوف كورس ايفريثينج از جود. توك تو ماي فانز، هاو دوينج؟ اولز جود. المرة الجاية ان شاء الله. بيج بوس، الو ايش فيك ما ترد؟ اوها ايوه يا بليز، ما اعرف بس ايش، بس ايش رايك بالقصة دي؟ الو رد علي. طب توني استوعب انه الفيديو هذا الغلط اني وانا اسويني، انا افتح الخاصة واوريكم اياه، لان في كثير ناس ترسل لي اشياء ويرد واشياء خاصة فيهم، بس بالسلسلة دي انا ما راح اطلع اي شيء بالخاص حقهم، بس بطلع الاشياء اللي تتطلع يعني، فاوثقوا فيني عادي ارسلوا اشياء بالخاص. نقطة خاص يزيدك 10K. هذه وحدة تكتب لي من 2020 ترد على كل ستوري انا احطها في الانستغرام. جمال حلو عوافي ابد، والله ما فيش جديد اكو نوم مسلسلات. الله مدلعنا، اخبارك من زمان عنك اشتقنا يا اخي. ليش انت حلو يا زينك حلو؟ عزمني صباح النور. وش فيك انت الحين؟ ام بيه اتجنن ويا جمال والوسامة، على ابوز امك اللي جابت ذا الملاك. ام بيه شوف الجمال، كل شيء حلو، قولي هبي بيردي بدور يا ولد، حسبتك ليف هاي مسكر مسكرة ايه هتو. عشان صملتها هذه من 2020 اليوم كم داد قاعد تكتب لي، حبينا نرد لها نقول لها I love you so much. أسوي لها لايكات، طلع قلب 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 وبس عشان أفرحها، لأن أنا أعرف إنه في متابعين لي من زمان يتابعوني ويحاولون إنهم هم يكلموني، بس أنا ما أرد عليهم لأني قليل أدب وما عندي وقت إن أنا أرد عليكم كلكم. وبس والله هذا الخاص حقي في الانستغرام للأسبوع هذا، ترى هذه كلها بالأسبوع ذا يعني، مو بقديمة ولا شيء. فياه فيمكن الأسبوع الجاي نفتح الخاص حقنا في الانستغرام، فروحوا اكتبوا وسووا فولو، لا تدققون على الشعر. تكفون يا أخي والله العظيم، بعدلوا بعد الفيديو هذا والله العظيم. وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. لا تنسون تضغطون زر لايك لتحت، وإذا مو اشتركوا القناة اشتركوا. سلام يا ولد يا بنت يا حلو يا حلوة وين حلو بس.